التأسيس الأساس دائما إذا وضع على بناته بوضعية صحيحة تستمر. فبنيت السياسة التأسيسية للمملكة على قواعد حافظت على الموروث الاجتماعي، والأهم حكم فيها بما شرع الله وسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاستمرت من الدولة السعودية الأولى حتى الدولة السعودية الثالثة. طبعا التوحيد أيام الملك عبد العزيز بعد وصار طفرة غير مسبوقة في أي دولة أعتقد في العالم في فترة وجيزة، عندما حكم الملك عبد العزيز وطد العلاقات الخارجية، وطد الأمن داخل البلد، قضى كان يوجد في البلد خزعبلات دينية وأشياء قضى عليها، كانت عبارة عن قبائل متناحرة، قبائل مفتتة، جمع الشمل ووحد الأمة، وقضى على أشياء كثيرة وتطورت البلد إلى ما نراه الآن. بعده تولى الملك سعود رحمه الله الذي له أفضال كبيرة، اللي عندما عينه الملك عبد العزيز كان الساند الأقوى للملك عبد العزيز. نعم. بعد ذلك توارثها الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، حتى الملك عبد الله، حتى وصلنا إلى العهد الزاهر، عهد الملك سلمان وساعده الأيمن الشاب، أنا أسميه صقل عروبة، محمد بن سلمان. رأينا كيف نهض بأشياء كثيرة لم تخطر على بال القريب قبل البعيد. نعم. من بناء الاقتصاد، بناء الإنسان، استثمر في الإنسان، لأن أكبر استثمار في الدول. نعم. واستثمار في الإنسان. أصبحت نص المجتمع اللي هي المرأة تمكنت من كثير من الأمور في حياتها، أصبحت مكملة للرجل،